كيتعملوا بجيب كاين 1491 جماعة اللي كيتعاملو بجير، جير هو دابا الجامع ديال العزانة، يعني من اليوم فصاعدا إلا شي واحد جا يخلص مبغاش يعطيولو التوصيل داك الصفر، غادي يخرج التوصيل بالانترنت، يعني أي واحد غادي يخلص الجامع ديال العزانة مبغاش يبقى يخلص يجي يعطيني الفلوس هنايا، غادي يخلص كيما كيوقع في لي بونك وكيوقع في، يعني هداك الشي غادي يخرج بالانترنت. خرج معلوماتي ما بقاش داك الشيء، إذن الجامعة دابا خصها العتاد الإلكتروني، خصها لي زورديناتور، خصها اللجنة كطالب باش حنا في التجهيز خصنا لي زورديناتور، شي خدمة باش تخدم الجامعة، هادشي باش هادشي باش ندير التجهيز، شي حاجة أخرى، شي في مالك السياسة دابا شنو. دوغ السي اللي كتخلصوا العام؟ لا دابا كنخلصوا العام، دابا 2020 كنا شنا درنا 300 ودرنا 120 مليون، هذيك 120 مليون حتى هي ما قدتناش، دابا عندنا 16 مليون خصنا نخلصوا بها يعني الشطر التالت والرابع ديال السنة، ما غاديش قدنا، خصنا يعني خصنا نزيدوا شي حاجة. سمع يلا سيكتوريا شي 3 ولا 4 ديال البنكيات دارو فيها هادي واحد 15 وعندي التصاور انت زيدي انا هادي التصاور اللي شفتو من دور ديال السنة اللي كيدير في الليل شكون اللي عطاهم الرخصه ديالو دابا مصورين حتى داك التلشي اللي كيدير اللي دير انت الى جبرتي شي واحد كيدير في الليل مرسم غادي يتعاقب مرسم ما شفتو شي تصاور واحد شي ناس كيديروا كليرون المصالح ديال الجامع كيديروهم في الليل ديروهم على انا درتو في الليل ولكن انا درتو بالضو ديالي ماشي ديال الجماعه سير شوف منين جا الخيط ديال ديالي واجب اخذ لا ديالو يعني الاسم ديالو يعني الاخ
الدور ديالي كان خلصها من جيبي. غادي تبقى تنغش بقى شي درنا شويه دابا الا درنا مثلا 130 مليون غادي لا بد تنقصنا شويه من العام ديالو كنشوف هنا حتى 30/9/2020 ياك اللي باقيين 3 شهور دابا الاخر السنه هذا غادي يمشيو مثلا الرسوم تصديق الامضاء المقبوله هي 3,300,000 داز 9 شهور قبضنا فيها غير 1,500,000 اي ما وصلش حتى النص ما وصلش دابا باقيه 3 شهور واش في هاد 3 شهور غادي يقبضوا هذيك 1,500,000 انا ماشي كنتو غادي ما كنتوش لان الجريحه كانت هذا اللي كشهرين راه كنسمع اكثر من الخدمه في الدار والزيادات كنا نسمع كيخرجوا بزاف كلشي كان كلشي غينقص دابا حتى مثلا الى شتت بالنسبه للتاكسيات بالنسبه للتاكسيات بالنسبه للمشروبات كلشي غينقص كلشي غادي ينقص بالنسبه للسوق عاود السوق عاود دابا شحال من سوق اللي ما خدمناش يعني واخا الى نقص كاين الاسباب ولا جبنا فوق الجودة راه وبحال التاكسيات بحال التاكسيات كان واحد الرسم اللي جاب لنا الدليل على انه كان اللوطو دار في الكاج التاكسي دار في الكاج ماشي خلصها وكان واحد كان واحد الضريبه اخرى ديال التاكسي غير خلصها واخا كانت تحت كانت محطوطه في الكاج غير خلص ايه حاول يا حاول يا رزت قمتي بريدين واحد تيسي ماشي القانونين غير لا هو هنا راه في الدوري هو السيد الوزير واضحه كيقول لك خص السلطات وخص المحاسبين وخصهم يديروا خدمتهم شحال الرئيس الاعذر واحد النهار حبس 8 ايام قال تقول خاصنا واحد الجماعه 8 قال الجماعه هذاك المشكل ديال جوج الناس هنا في الاداره المشكل ديال المشكل ديال السمسره ديال السي العميد هما راهم هما بجوج بهم عندهم جيبهم فبزوج بهم ماشي غير واحد بزوج بكم لان هو ما عندوش الالغاء ديال ديك القرار وصيعه بزوج بكم خص تخدموا وتدخلوها دابا راكم انتم اللي مسؤولين دابا حنا نقول لك المهم حنا ندخلوا اصحاب الحوانت 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 دونك سعادة القائد هو معانا إلى يدخل يدخل إلا ما يمكنلوش يدخل يمشيو للمحكمة هادو عقود لحقاش دينا حتى السيدة ما بغاوش يشدوها علينا قال لك أودي بالنسبة للكيرة كاع الأملاك نتاع الجماعة قال لك الممتلكات ماشي تابعة للجباية تابعة للممتلكات والممتلكات قال لك هما يدفعوا للمحكمة في آخر مطاف إلا ما كاين والو يدفعوا للمحكمة ولكن السي العبيد في الدورة السابقة قال لكم السيد الخير راه حاضر قال لكم طبقوا القانون سيفتوا لي ونخرجوا عندهم سيفتوا له شي حاجه
خصكم توقفوا على هذاك الشيء، ماشي غادي كل مره سيفنا ليهم سيفنا ليهم سيفنا ليهم، هما كاع ما مسوقين لا للجماعه ولا للسلطه ولا شي حاجه اخرى، بحال الاملاك ديالهم. السي العبيد السي العبيد دابا روح القضيه هنا، دابا السي القايل هو غير يتعاون معنا، راه ماشي مفروض عليه، هذه وحده. ثانيه حنا الا بقينا نمشيو للمحاكم غادي ندير واحد لاروبريك اخرى هنا، غادي نديرو فيه بزاف ديال الفلوس اللي غادي نعطيو للمحامو وكذا، اللي غادي نربحوه معاهم غادي نخسروا المحامو. حنا عندنا غير واحد المحامي كيقابلنا غير واحد القضيه كنعطيو له 3 مليون في العام. دابا الا بقينا حنا نتبعو هاد الحوايج كاملين هنا شي 17 حال، شحال غادي يطلبوا لنا المحامو؟ غادي خاسر، يعني ستخين في العودة كنروحو القاضي، نتوما كتجمعو الفلوس. بنادم عوض ما يخل ما تزيرو يخلص في 8 كتخليوه 6 شهور 7 شهور حتى ما يقدرش يخلص. هما دابا أنا عيطو لنا شي ناس هنا بحال هاد بولعيون شعيب. دابا هنا عنده شي عامين ولا شي سنة. هو استحجار كل شهر كيمشي عنده، يقول لك انا ما عنديش.